قام العدوان الغاشم العدوان الروسي بعدة غارات على القرية وبهجم شرسة مما أدى إلى دمار هائل في البنى التحتية من مساجد ومدارس ونزوح أكثر من نصف سكان القرية باتجاه الشمال السوري وإلى القرى المجاورة بحجة الإرهاب. مثل ما نكون شايفين هاي آثار دمار خلفته الطائرات المجرمة الروسية على البلدي، صار لها حوالي 10 أيام تضربنا بصواريخ شديدة الانفجار بما يقارب 5-6 غارات يومياً. هالشيء أدى للسقوط عدد من الشهداء بما يقارب 15 شهيد جلهم من النساء والأطفال. وأثر هالشيء أعلن مجلس محلي في قرية معرزيدة أنه البلدي منكوبي. طبعاً هالشيء أدى لنزوح عدد كبير من سكان القرية. القرية فيها بما يقارب 700-800 عائلة، أدى لنزوح حوالي 500 عائلة إلى الشمال السوري في المخيمات، حوالي نزوح 100 عائلة إلى البلدات المجاورة.